بداية بعد 17 سنة من حكم الأحزاب، كيف ترى العراق وكيف تتمنى أن يكون العراق؟ سابقاً أضبط طبعاً، أحسن من قبل. زين، بالنسبة للعمل، العمل مو مثل قبل، قبل أكو عمل، هسه ماكو عمل، رواتب ماكو، الراتب يعني المواطن قوة يحصل راتب مالته. يعني هاي آخر مرة هذا الشهر راح يوم 12 يلا استلم راتب مالته، قبل لا يستلمه وين؟ يوم 29-30 اللمة هاي انحرمنا من عدها بسبب الكورونا. زين، يعني الأقارب تروح زور أقاربك أصدقائك، هسه ماكو، تقعد بالبيت. قبل يعني الناس واحد يزور واحد، واحد يجي على واحد، هسه لا، اختلفت الشغلة. يعني من منطقة لمنطقة وأوضاع مزينة وتعبانة، وش العمل مو موشي مو مثل قبل. والله إن شاء الله الصحة والسلامة للشعب العراقي والأمة الإسلامية، هذا اللي نريده، ويخلصنا من هذا البلاء إن شاء الله. يفقدون اللمة، يفقدون الاجتماع العائلي، يفقدون المواصلة المباشرة، يعني راح يضطرون كلها على التليفونات والموبايلات، فأكيد هذا أبرز شيء راح يفتقدوه. هسه الناس تعبانة، كلش تعبانة، بطالة، شغل ماكو، مقومات الحياة الأساسية ماكو، البنية التحتية تعبانة، فأتمنى يصير أحسن إن شاء الله. أكيد قبل أحسن، قبل العالم يعني تتزاور محبة، هسه احتمال أكو ناس يعني تتزاور كأداة للواجب فقط حتى لا تروح هاي العادات والتقاليد. قبل الناس صدق يعني عيد، صدق تحس عيد، هسه ماكو. يعني اهم شيء احنا كنا نسوي حمله تنظيفيه، هاي اولا. ثانيا الكليتشه مالتنا هاي ما نستغني عنها نهائيا، اكلات اساسيه اللي يشتهر بها العراقيين، الدولمه، البرياني، حتى الباكر. زين، هالصح موجوده بس اللمه مو مثل قبل. كل عام والعراق بخير، وان شاء الله يا ربي تعدي هاي الازمه واحنا احسن وباقل عدد من الخسائر ان شاء الله. العراق من 17 سنة وجاي للهاوية، للهاوية. البنى التحتية كلها تعبانة، هسه الكهرباء يعني يجينا فترة كلش قصيرة وينقطع. هي هاي نتمنى من رب العالمين إن شاء الله، إن شاء الله ينصفونه، ينصفونه، ينصفون الشباب بالتعيين، ينصفون الشباب بالتعيين. دا أشوف شباب مثل الورد، مخلص كلية يشتغل عامل، الله كريم. بس هذا اللي أقوله. طبعاً مثل ما فقد مو بس العراقيين، حقيقة العالم كله من وراء وباء كورونا أنه الحجر، ونتمنى أن نلتزم بالحجر، لأن مع الأسف دا أشوف ناس ما ملتزمة به بصراحة، حتى نعدي هالجائحة إن شاء الله بسلام وأمان. مو بس العيد، حتى رمضان كان مختلف عن كل يعني السنين السابقة، والعيد كذلك، لأنه بالبيت
حجر بالبيت، يعني شلون الشخص المسجون نفس الشيء. بس ندعي من رب العالمين أن نزيل هالغمة عن العالم كله، مو بس عن المسلمين، عن العالم كله. أتمنى كل عيد وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يعود عليكم بالصحة والسلام والعافية، ونزيل هاي الغمة عن العالم كله ونرجع نمارس حياتنا الطبيعية. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. والله العراق أكيد بعد حكم الأحزاب اختلف وضعه عن خلينا نقول 2003. قبل كان العراق أحلى أكيد طبعاً، الأوضاع الأمنية أثرت هواية، يعني علاقات العوائل مع بعضها اختلفت، يعني التواصل صار أكثر شيء إلكتروني خلينا نقول، يعني بالعالم الافتراضي اللي هو عن الفيس والفايبر والها، يعني قلت الزيارات بين العوائل مو مثل قبل أكيد. والله الأحزاب خربت العراق، ما سوت في شيء بخير لحد الآن، إحنا نعاني من عنده ومدى نعرف شلون نطلع من عنده. هاي الأحزاب اللي يجوزون من عندنا، يكون العراق حر ديمقراطي، حرية بي، الناس تعيش بسعادة، طبعا تقاعدين الموظفين الفقراء هذول كلهم لازم لهم يعني حقوق على الدولة العراق. والله نفقد يعني اللمة وزيارة الأقارب والتجوال بالأسواق، ويعني قضاء بعض الحاجيات المهمة للبيت. يعني والله هي نفس الشيء، بس مجرد أنه هاي التقشف والرواتب مع المتقاعدين هاي الشغلة اللي إحنا نريدها، هو أنه الإنسان يعيش بحر كريم. والله إن الشعب العراقي وخاصة الفقراء والمتقاعدين، لأنه أكو طبقة قاعدة معاطلين عن العمل، هذول نهنيهم ولازم يوفروا لهم فرص عمل حتى يعيشون بكرامة. قبل 17 سنة كان الوضع غير شكل، كان العيد حلو، الأوضاع غير شيء، كانت الناس جيران يزورون جيرانهم، الأقارب الأهل يروحوا يزور أهله. الوضعية صارت تغيرت هسه بسبب كورونا والأوضاع المزينة، صارت فد أوضاع حيل مزينة. طبعا اللمة، المحبة، الجوارين، كانت العراقيين قبل يعني يسوون الكليتشة تنظيف البيت، يتهيئون إلى العيد. هسه الوضعية صارت غيرت غير شكل من وراء الآباء الكورونا، ووضع الشغلات الحيل صارت مو زينة. طبعا أهني الشعب العراقي مناسبة العيد، لو احنا انحرمنا من العيد احنا وأطفالنا وأهلنا وكلتنا، بس نهني الشعب العراقي الله يكفينا شر كورونا وترجع على شيء القديم سابقا مثل ما كنا قبل. قبل حلوة كانت ناس تطلع، اللي تروح للزوران، اللي تروح تزور ناس تزور ناس، اللي تلقي صديقه بالشارع تسلم عليه، تتجمعون الكوفيات الشغلات. هسه تغيرت، هسه اولا منعت وتعرف الوضعيه صارت غير شكل بسبب كورونا، والناس يعني واحد يتجنب من هذا الشيء على مود واحد لا ينصاب بهذا الشيء، نهاية تسبب هوايه شغلات. ونقول يا رب والله يكفينا شرها ان شاء الله. والله التزاور هذا اغلب شيء صار، التزاور، الطقوس والتقاليد اللي كانت بالعيد، مثلا النساء صناعه الكليتشه، الرجال صلاه العيد، التزاور فيما بينهم، الجيران، يعني هاي اغلب شيء فقدناه بهذا العيد بسبب جائحه كورونا، مو مثل العيد السابق. فهاي نفتقد. اهني شعبنا العراقي من شماله الى جنوبه بهذه المناسبه، داعين الى الله سبحانه وتعالى ان تزال هذه الغمه، وإن شاء الله ترجع الأمور طبيعية مثل ما كانت بالتزامنا ووعينا. أهم شيء الالتزام والوعي من قبل المواطن يحمي نفسه. والله أتمنى الأفضل، والحمد لله إن شاء الله الجاي أفضل. يعني 17 سنة عانينا هواية من ظروف تعبانة، من شغل ضعيف،
والله حضرة التجوال هو هذا اهم شيء، يعني بعد ما حد يقدر يزاور الاهل والاصدقاء والقرايب بسبب هاي المرض وهاي الكورونا. والله يعني قبل العالم شوية كانت بساطتها اكثر، قناعتها اكثر، والاعياد قبل احلى من هسه. وتدري احنا تهيئ يعني هاي ببيوتنا بسيطه، كليتش شغلات هسه بدينا نفتقدها. والله نهني الشعب العراقي وان شاء الله الله يحفظ الجميع، والله يبعد عنا هذا الوباء وهاي المرض هذا، ان شاء الله بعد العيد ينتهي هذا الوباء ان شاء الله. والله الاعياد اختلفت عن الاعياد السابقه بانه بسبب ظروف والوباء والهاي، يعني العالم قامت يعني مو مثل قبل تتوادد، يعني ناس تروح على ناس او ناس تتبادل الزيارات فيما بينهم، بس يعني اختلفت، يعني طبعا اختلفت لانه قبل كنا يعني كل التنظيف والتحضيرات العيد وكليشات العيد وتنظيف الناس لبيوتها، وطبعا معها يعني تنظيف الشوارع والأزقة بروح التعاون مع يعني مع ناس مع بعض ناس. فهسه كل من يعني قاعد بمكانه كلها اختلفت. كل عام والشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية بألف خير، وإن شاء الله تزاح هذه الغمة عن هذه الأمة، وإن شاء الله نخلص من هذا الوباء وترجع الأمور طبيعية. والله اختلفت الايام واختلف كل شيء حلو كان بذيك الايام. المصيبة اللي أكبر من هاي بأنه إحنا ما نشوف أي تغير جذري بده يحصل بالعراق خلال خصوصاً هاي العشر سنوات الأخيرة. والسبب هذا كله يتبي أنه ما نعرف، يعني حتى إذا تريد تجيب طار الأحزاب تحرق شعر الأخضر باليابس. خصوصاً هسه هذا العيد اختلف عن ذاك العيد. أبسط شيء، لا تقدر تزور أحد، لا تقدر تشوف أحد، شغلك الاعتيادي حتى الشغل مالت الأيام الاعتيادية مو مثل شغل العيد ولا شغل رمضان. تريد توصل لك أقارب، أجتك كورونا، صحة ماكو، إدارة للصحة ماكو، تريد تبوع بأنه حتى العمل اللي تريد تقوم به بصورة صحيحة شارع مقطوع، لازم ما تعبر من حي جهاد العمرية وما تعبر من الكرخ للرصافة. زين شلون العالم حتعيش وشلون تتواصل وشلون تريد توصل فكرة حياتها وعيشتها؟ والله قبل بذيك الأيام كان أنت تحضر تعرف أنت الزخي بيصير على سوق الملابس، الطلعة العالم تقوم تطلع خصوصا لآخر عشرة أيام. هسه العالم يعني خلينا نقول خير الاوقات للخروج للساعة بالخمسة بالستة العصر، يعني الناس اصبحت مثل المساجين، كل من قاعد ببيته وساكت ما يعرف لو يعيش لو يموت. تلقى العالم تدق لك ليتشه، وهذا اللي يسوي الخمس العروق، وهذا اللي يحضر الاكلات الغربيه والاكلات الشرقيه بالبيت، واللي حتى الشغله اللي ما كانت ببال المراه تقدر تسويها في سبيل ان تقدم فشي للضيف، فشي جدا جميل. يعني امور جدا اختلفت، جدا اختلفت، يعني هسه دا اشتغل انا فد شويه عزل. زين اكو واحد بايام عياد صاحب عائله، صاحب اطفال، صاحب جاري يريد يطلع، عمي ما اريد اشوف مستقبلنا، بس اريد نعيش يومنا مثل العالم. الصليب الأحمر ضعيف لكنه يقوم ببعض العمليات ليعلن عن وجوده، ولكن وهسه
تعرف الدنيا شلونها، لا حد يطلع لا بجامع صلاة لا تراويح، صايمين وقاعدين ببيئتنا والحمد لله والشكر. شنو التحضيرات اللي كانت تكون بأيام الأعياد السابقة؟ سووا كليتش نحضر كل شي نسوي، والله ما يفيد الشعب العراق لا مال عيد نطلع ونروح على هاليتنا هيش نروح نزور. إن شاء الله يا رب يزيل هالغمة من عندنا، يستر علينا وعلى أمة محمد الحمد لله والشكر. والله دمار من بعد 17 دمار شامل، قبل الأمان والثقة والزيارات والمواد متوفرة، هسه كل شيء ما متوفر غير بس الخراب والبوق. أريد أكون يصير مزدهر حن حال دول الأجنبية والعربية. تحذيرات سابقة يسوون هاي الكليتش والفواكه ها والأمان، هسه ماكو أمان، كل شيء ماكو بالحياة، كل تعبانة هسه حاليا وهذا ظرف الحكومة. قبل الأمان هسه ما لا أمان ولا هاي فقد الإرادة. أهني كافة المسلمين والله يجعلها علينا هاي الشدة الزول والكورونا تنتهي، هاي أتمنى للشعب العراقي. أكثر من أربع محافظات وتلفت تحت العراق طبعا، يعني لا تنتهي هاي الاتفاقية إلا بسببين، يعني رئيسين، أما بأمر من قائد عام القوات المسلحة أو انتفاء الواجب أو انتهاء الواجب مكلف المناطق الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار إلى أن الواجب كان هو تواجد قوات أمريكية أو قوات تحارب في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بحماية الحدود الخارجية من أي عدوان خارجي. طبعا يعني هذه الاتفاقية كانت قائمة ولا تزال، ولكن في حال الأخير بعد توجيه مسؤولي الشعب أو النواب إلى قائد عام القوات المسلحة على اعتبار هو جهة تنفيذية، قدم فرعون بعثة الصليب الأحمر الدولي في النجف مساعدات لوجستية خاصة بكوادر الصف الأول من العملية في معالجة المصابين بفيروس كورونا في المحافظة. وقالت رئيسة البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في محافظة النجف أن المنظمة الدولية تقوم بمتابعة العياد السنين الماضية، يعني قبل عشرات السنين كانت عياد بها نكهة العيد، نكهة الفرحة، لمة العائلة، لمة الأحباب، عمل الحلويات والكليجة والكذا، هذه الأمور. وكان العالم يعني الناس تتأمل هذا العيد وتلتقي على المحبة والإخلاص. حالياً الكورونا ومحضر التجوال وهذا الوباء المنتشر اللي أصبح وباء على كل العالم، مو بس على يعني على العراق وبغداد. نسأل الله أن يبعد هذا الشر عن جميع الأمة الإسلامية والعربية عن بلدنا. هو هذا السبب اللي خلى يعني هم عدم تواصل الأحبة والأصدقاء والعوائل القريبة. بمناسبة عيد الفطر المبارك نسأل الله أن يحفظ الجميع وأيامهم سعيدة وعزاهم من عوادة، ونتمنى من كل نتمنى العيد المبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير. أهنى الشعب العراقي الكريم بهذا العيد المبارك، وأن يعيده الله علينا باليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عننا، وأن نعيش بأمان وسلام وصحة وعافية للجميع. والله في الوقت الحاضر اختلاف، يعني اختلاف جذري أصبح، بس إن شاء الله بحيل الله ترجع الأمور إلى مجراها الطبيعية. هي هاي كانت يعني فد شيء كل عيد، يعني العوائل العراقية تسوي الكليتشة تتحضر على مود شيء يعني سنوي هذا يتكرر علينا وعلى أمة محمد. فهاي الأمور اختلفت اختلاف جذري أقدر أقول لك، إلا الشيء القليل يعني الأعياد السابقة كانوا يعني من كرمضان العالم من أول أيام رمضان تتحضر للعيد، مثل الطقوس نسوي كليتشة، زيارة الأقارب، زيارة المقابر، أي فمن هالناحية كانت يعني قبل. طبعاً أهني الشعب العراقي والإسلامي بمناسبة عيد الفطر المبارك وعادها علينا بالصبر وإن شاء الله والإحسان. والله شيء كنا برمضان نحس عيد ونسى وطلعة ونقل الوعد الثنتين، هسه أبدا بنحس برمضان عبادة نور هاي كارولا لازم المال كارولا. والله الكليتشة والأكل ونسوق ونطلع وهاي ونزور قرايبنا، يعني نشتري هدوم عيد، يعني سويت
أصلاً سنتين ما مشتهدوا معي. والله هن الشعب العراقي عيد الفطر وطير السعادة والصحة والأمان والاستقرار يعني والخير إن شاء الله يعم على الكل.